فالإدارة كما قلت لك ديال بعد الكوفيد غتكون عندها واحد التصور اخر، وبيان سور الطريقة باش كنا كنتصوروها اكيد غتغير لعدة اعتبارات. الإدارة ما تبقاش إدارة لتدبير الخدمات وتوزيع الوثائق، وإنما إدارة غتكون إدارة لجلب استثمار، إدارة لتدبير الأمثل للشأن العام، غتكون إدارة ل لا فالوريزاسيون ديال رأس مال المادي ولا مادي، إدارة اللي خصها تتفاعل مع المحيط ديالها ومع السياق وتكون قريبة للمواطن أكثر. وبالتالي فالإدارة كما قلت لك خص لابد، وهذه ربما من الحسنات ديال الكوفيد رغم المساوئ ديالها، اللي صراحة ومن هذه المناسبة كان الشهداء والناس اللي ماتوا كنتمنى لهم الرحمة من هذا، ولكن كذلك عندها محاسن اللي من، ولكن الا عرفنا كيفاش نستثمروا الدروس المستقاة. كما كتعرفوا الإدارة دابا على الشكل الحالي فقط فيها مجموعه ديال تتمتاز مجموعه ديال المميزات اللي اكيد اللي كتخليها ربما في واحد النفور بينه وبين المواطن، منها البيروقراطيه، منها كثره ديال كما قلت لك البطء في التعامل وفي اخذ بعين الاعتبار الخدمات الموفره للمواطن، كذلك الهيكله ديالها لا تستجيب لطموحات المرحله، ومجموعة ديال النواقص، وعلى ذلك قلة الرقمنة أو غياب الرقمنة في عدة وزارات أو جماعات ترابية، ومجموعة ديال الأعطاب ما نبغيش نطرق لها لأنها كثيرة، أنا حاولت نعطي غير إشارات بسيطة اللي كتخلي المواطن ربما يتوجس من الإدارة. وبالتالي في هذا الوضع خصنا نتساءل واش إلا بغينا ندوزو هذه المرحلة واللي تعرف أكيد عندها واحد دي غوطومبي نيجاتيف لا على الاقتصاد ولا على الانسان ولا على الحيوان في العالم كله، لان الفتره ما بعد كوفيد تعرف واحد انكماش خطير على المستوى الاقتصادي في العالم كله. وبالتالي خصنا كاداره كمؤسسات كفاعلين سياسي او كفاعلين سياسيين خصنا ناخذوا هذه المعطيات والمستجدات بمحمل الجد، ومن دابا نفكروا في دي سيناريو باش ما نكونوش باش ما نعاودوش نجترو الاخطاء ديال الماضي. كما ان من الدروس المستقات هو ضرورة الرقمنة ولا لا ديجيتاليزاسيون دو لادمينستراسيون ديال الادارة، والتوجه نحو كنقولوا الروبوتيزم، نحو لو بيك داتا، او هادو هما لي سيكتور دابا اللي خصنا يعني نعطوهم الاهميه، لانهم وحتى المساله ديال طريقه التدبير الاداري من بعد ما تبقاش بالطريقه اللي كاينه دابا ديال اللي كتعتمد على المكاتب وعلى البنايات فربما هناك مجموعه ديال الدراسات، وديجا ماشي دراسات، ديجا مجموعه ديال الشركات عملاقه بدات من دابا كتحاول تشجع سكون ابيل لو ترافاي ا ديستونس او الاشتغال عن بعد. مشكل ماشي مشكل ديال الامكانيات، ما عمر المغرب كان عنده مشكل ديال الامكانيات، هناك هدر للامكانيات، وهناك مشكل ديال الحكامه، وهذا ربما اللي كيخلي هو اللي كيطرح هاد الاشكاليات، بدليل بان ندوي لك على الشق ديال الاطور او ديال الموارد البشريه. ما تنساش بان دابا وهاد الجائحه بينات على المستوى العالمي بان الناس اللي وكلت اليهم مهمه يعني ايجاد حلول هما المغاربه على المستوى العالم. الا شفتي المستشار ديال ترامب بالنسبه يعني اللي يتكلف باش يلقى حل المشكل ديال كوفيد 19 راه هو سلاوي، وستاون هذه ظرفيه كتحتم علينا باش اعاده النظر في النموذج الاداري، ماشي النموذج التنموي بصفه عامه ولكن النموذج الاداري بصفه خاصه. تنظن هناك كما قلت لك بالنسبه اشنو خصو يدار باش الاداره تكيف مع المستجدات، كنظن هنا ديجا كاين واحد الارهاصات ربما شفناهم بداو، ومثلا كما قلت لك على لو تيلي ترافاي او الاشتغال عن بعد، كاين واحد كنت تشارك واحد التطبيق ديال تشارك التطبيقات المعلوماتيه والخدمات الرقميه بين المؤسسات العموميه والجماعات الترابيه كالتطبيق ديال اداره المشتريات العموميه واداره الوثائق، واللي قامت به الوزاره الاقتصاد ديال الاقتصاد والماليه.
اللي قامت بواحد الدراسة همت 400 جماعة ترابية و 41 قطاع وزاري و 42 مؤسسة عمومية لتحديد الحاجيات من حيث التطبيقات القابلة للاشتراك. كما قامت الوزارة بإعداد واحد الدليل مهني ديال العمل عن بعد للإدارات العمومية، هو عبارة عن خطة عمل كتضمن واحد التدابير الواجب اتخاذها وتحديد وتحديد الوسائل الضرورية لها. وكما قلت لك حنايا راه ما عندناش خيار، نكون او لا نكون. دابا حنا في مفترق الطرق، هاد المساله ما بقاتش يعني واش نقدروا ولا خصنا نقدروا، لان الاداره كما كنقول الاداره هي العمود الفقري ديال الدوله، لان هي اللي كتفعل وهي اللي كدير يعني لا تيريتورياليزاسيون ديال لي زاكسيون بوبليك. وبالتالي الا ما كانش التكيف وما درناهش راه اكيد غينعكس على الشان العام وبيان سور على المواطن وعلى التنميه بصفه عامه.